مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الحضور الكريم، هكذا نتابع ونراقب التحديات. تابعنا معكم هذه الاشواط الصباحيه، تابعنا التحديات وتابعنا الاشواط المميزه لسن والحجايج وتابعنا التحديات. شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن، وشكرا ايضا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي. شكر موصول لجميع الحاضرين والمتابعين، وعلى بركه الله وحفظه مشاهدينا الكرام اعلنت انطلاقه شوطنا 18، شوط الختام، وختامه مسك على البركه. يتحرك هذا الشوط وهو خاص بفئه الابكار. نتوجه ونسير الى المركز الاول، نتابع المقدمه مشاهدينا الكرام. البدايه مع عجب على المركز الاول، مهير بن علي بن راشد بكليب من يقدم عجب على المركز الاول وعلى البدايه. بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الكرام، هنا تتقدم اهتمام حمد بن خميس بن سلطان العويسي. والمركز الثالث، المركز الثالث براقه لمحمد بن مصبح بن عبيد بن يولق الاكتبي، قادم بكل قوه على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع نتاخر قليلا يا ابو سعيد، نتابع المركز الرابع، المركز الرابع العفريته. يا سلام، العفريته موجوده بهذا الشوط. مطر بن سلطان بن واز من يقدم العفريته بالمركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس امنيه سالم بن محمد بن دحوي العامري. والمركز السادس، المركز السادس فهنا الوصول مع زعفران محمد بن سعيد بن سليم الاكتبي. والمركز السابع، المركز السابع دمعه يمعه بن راشد بن سعيد بالغافريه الفلاسي. بينما المركز الثامن، المركز الثامن مياسه سالم بن علي بن خميس العمري. والمركز التاسع، المركز التاسع عجيبه راشد بن صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي. والمركز العاشر، المركز العاشر هذا شعار بن مرخان قادم مع المركز العاشر محمد بن راشد بن مرخان يقدم الشاهنيه. هذه العشره المراكز الاولى المتقدمه، وتابع يلي بتابع، راقب يلي بتراقب المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا الكرام مع شوط الختام. شوط الختام لمن؟ لمن هذا الشوط؟ لمن هذا الشوط؟ اعود الى الثلاثه المراكز الاولى، اعود الى الثلاثه الشعارات القويه، الشعارات العملاقه في بدايه هذا الشوط. ما شاء الله، بقياده عجب، عجب يا عجب، وكلها عجب في عجب. بالمركز الاول مهير بن علي بن راشد بن كليب، روح يا ابو علي، روح يا ابو علي. بالمركز الاول، المركز الثاني هنا تتقدم براقه لمحمد بن مصبح بن عبيد بن يولق. اهل المدام حاضرين، حاضرين كلهم في البدايه، كلهم في البدايه، كلهم في مكان مميز، في مكان جميل، في مكان رائع. المركز الثالث اهتمام حمد بن خميس بن سلطان العويسي، ولكن لا زالت عجب، لا زالت عجب. الله الله يا عجب، الله يا عجب. بالمركز الاول تواصل المسير، تواصل المسير مع اهل الطوالع، اهل الطوالع في البدايه، اهل الطوالع في المركز الاول. مهير بن علي بن راشد بن كليب، يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني ارى القادمه براقه لمحمد بن مصبح بن عبيد بن يولق، ولكن ارصد ارصد. الله 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 الله، ارى شيء قادم، ارى شيء قادم، ارى زعفرانه، ارى زعفرانه مشاهدينا الكرام على المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن سريم. الله 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 الله. المركز الثالث، المركز الثالث مياسه العمري سالم بن علي بن خميس العمري، ولكن بن سليم، بن سليم ياهم ياهم بالامتار الاخيره، ياهم بالامتار الخطيره، ليتقدم الى الامام، ليتقدم بالمركز الاول. الله 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 يا زعفرانه، الله يا زعفرانه، زعفر الله راسها كفت ووفت بالمركز الاول. سلام بن سليم سلام، سلام بن سليم سلام، سلام يا المدام سلام. واسعد الله صباحك ابو سعيد محمد بن سعيد بن سليم الاكتبي راعي زعفرانه. المركز الثاني مياسه سالم بن عبد الخميس العمري. والمركز الثالث، المركز الثالث بن يولك. المركز الرابع بالغافريه. والمركز الخامس عند اعضاء خط النهايه. هكذا مشاهدينا الكرام كانت النتيجه بهذا الشوط. تهانينا.